كنوزينا كنوزينا صباح الخير ونهاركم فل ياسمين. اليوم في كنوزينا اخترنا باش نقدموا لكم غسات سهله وبنينه واللي هي خبزة الذرة. باش ناخذوا كاس نكيلوا به مكونات الجاتو بالذرة اللي لازمها: كاس فارينة، زوز كيسين ذرة، كاس ونص سكر، كاس زيت وكاس حليب، 4 كعبات عظم، ساشي خميره متاع جاتو، شويه لوز وزبيب باش نزينوا بهم الجاتو. اول حاجه نركزوا العظم مع السكر ونصبوا فوقهم الزيت والحليب والذرة والفارينه والخميره متاع الجاتو ونخلطوا مليح ونصبوا الخليط في مول مدهون بالزبده ومرشوش بالفارينه وندخلوها للفوق مده 20 دقيقه على درجه حراره 180 درجه. وقبل ما تطيب بشويه، يعني كيف تبدا مازالت معجنه من فوق، نصبوا اللوز المهروش والزبيب، وكيف تحمر وتطيب مليح نخرجوها ونقصوها ونزينوها في صحن وتاكلوا بالشفاء. كنوزينا كنوزينا